وينضم لنا عبر الهاتف من أطراف الحويجة مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام، أنت متواجد إذن في أطراف الحويجة، كان لك اتصال مباشر مع القادة الميدانيين والعسكريين على الأرض، ما آخر تفاصيل آخر المعلومات التي حصلت عليها منهم؟ نعم، بعملية مباغتة خديجة صباح هذا اليوم تمكنت القوات العراقية من اقتحام مركز قضاء الحويجة. القوات العراقية اندفعت من الجهة الغربية وتمكنت بسرعة من السيطرة على الجزء الشرقي من مركز القضاء. هناك طريق رئيسي وطريق رئيسي يربط الحويجة بناحية الرياض. تمكنت القوات العراقية من تحرير الجزء الشرقي من الجزء الغربي عفوا من هذا الطريق. هناك مواجهات عنيفة مع مقاتلي داعش الذين ما تبقى منهم لا زالوا متحصنين داخل الحويجة. تنظيم داعش ومقاتلي داعش حاولوا الزج بسيارات مفخخة، ولكن القوات العراقية بالرد السريع والشرطة الاتحادية تمكنت من تفجير 5 سيارات مفخخة زجها تنظيم داعش في هذا. من المؤمل أن تستكمل نهار الغد القوات العراقية تحرير ما تبقى من مركز القضاء، خاصة أن الكثير من مقاتلي داعش ومن أمرائه والقادة صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم سلموا أنفسهم إلى قوات البيشمركة في منطقة سيطرة خالد، والقسم الآخر منهم توجهوا إلى ناحية الرياض الذي تبعد بضع كيلومترات إلى الجنوب من الحويجة، توجهوا مع عوائلهم إلى هذه الناحية التي من المؤمل أن تستكمل القوات العراقية تحريرها بعد إكمال تحرير وإعلان التحرير الرسمي لمركز قضاء الحويجة. نعم خديجة. طيب وسام، ماذا بالنسبة للمدنيين وخطط إجلاء النازحين؟ يعني هل تمت عملية أي إجلاء؟ باتجاه أين المخيمات؟ هل هي قادرة على استيعاب هؤلاء النازحين؟ نعم خديجة، بما يخص المدنيين والقوات العراقية خلال اليومين الماضيين كانت مهتمة جدا، تمكنت أيضا من فتح طرق آمنة وممرات آمنة للنازحين. هناك أكثر من 1000 شخص تمكن من النزوح من داخل مركز ناحية الحويجة باتجاه الجنوب. هناك مخيمات إلى الجهة الغربية من الحويجة وإلى الجهة الجنوبية قامت بتحضيرها الحكومة العراقية بالتعاون مع الجيش العراقي. النازحين الذين خرجوا قبل يومين، أما نهار اليوم حال دخول القوات العراقية لم نشهد عمليات نزوح من هذه المنطقة، كون أغلبهم قد غادروا المنطقة قبل أن تصل القوات العراقية بعد أن كانت قد أمنت لهم معابر آمنة بالاتجاهين الغربي والجنوبي للحويجة، خاصة أنها نهار هذا اليوم أيضا الاقتحام حدث من جهة الجنوبية للحويجة، وهناك تقدم جيد في هذا المحور أيضا. ليس هناك مدنيين هذا النهار حاولوا الخروج من داخل الحويجة، لا زال هناك مدنيون متبقون ولكن حاولوا أنه يتحصنون في منازلهم وهم باقين داخل المنازل أثناء المعركة. من الصعوبة على المدنيين أن يحاولوا النزوح، ولكن خلال اليومين الماضيين أكثر من 1000 شخص نزح وتم تأمين المخيمات لهم. نعم، شكرا لك وسام يوسف مراسل أخبار الآن، كنت معنا عبر الهاتف من أطراف الحويجة.